المكان هون مرعب جدا يا اخوان. هذا المكان من اجمل الاماكن اللي حاليا شفتها في كابلوكيا فعليا. يسعد اوقاتكم حبايب القلب من وين ما كنتوا بتشوفونا، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اخيرا وبعد طول انتظار صار الوقت نصور منطقة كابادوكيا. لهيك زي ما انتم شايفين وراي بالخلفية انه انا حاليا في منطقة كابادوكيا. الناس اللي ما بتعرف هاي المدينة فاتها كثير من عمرها او هاي المنطقة، لهيك لو اول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو وتتعرف على المنطقة معنا. خلينا نبدأ. اول شيء بتعمله لما توصل كابادوكيا بتشتري اللي هو موزي كارت. هذا الكارت للناس المقيمه واللي عايشه في تركيا اللي معها اقامات او جنسيه تركيه. غير هيك يا حبيبي رح تشتري تذاكر وسعرها مرتفع، يعني مثلا المتحف اللي انا رح ادخله هسه سعره 75 ليره للتذكره، لكن هاد بخليك تدخل اغلب المتاحف بس ب 60 ليره. المكان اللي انا فيه حاليا يا حبيبي القلب هو عباره عن متحف مفتوح، وتحديدا متحف جورمي. هاي منطقه رح نحكي عنها بعد شوي. المهم موجود في هذا المتحف اللي يعتبر واحد من اشهر المتاحف في منطقة كابادوكيا. المتحف من شو بتكون؟ بتكون من مجموعة من الكنائس اللي بترجع للحقبة البيزنطية، تحديدا في القرن العاشر والقرن الحادي عشر، بالاضافة كمان لمجموعة من القبور بتطلع معكم بالشاشة. يعني هو صح ممنوع التصوير، صورته هيك بشكل خفي ولكن اشي رهيب. الناس اللي كانت بتنحت هاي المكان عن جد مجانين مش طبيعيين يا اخوان، نحت بطريقة رهيبة. راح احكي لكم هاي الاماكن تشكلت نتيجه شو. الاشياء الصخريه اللي موجوده في هذا المكان تكونت نتيجه ثورات بركانيه يا اخوان، ويعتقد انها انبنت وصممت من قبل الجن، بالاضافه كمان انه اول بشر سكنوا هذا المكان بيرجع للعصر البرونزي. بصراحه المكان موجود فيه عدد كنائس لا باس به، والسبب ليش يا اخوان؟ لانه كابادوكيا في العصر البيزنطي كانت مركز ديني معروف. المكان اللي انا فيه حاليا اندل على شيء بيدل انه مطبخ يا اخوان، زي ما بيطلع معكم بالصورة. المكان اسود باسود اعتقد من الدخان زي ما انتم شايفين، اسود باسود. بصراحة المتحف هذا المليء بالكنائس، لو جيت هون ودخلت هذا المتحف راح ياخذ معك وقت كثير، لانه في كثير كنائس، والناس اللي بتحب تاخذ فكرة بس عن طريقة نحت هذه الاماكن والشغلات هاي، بالاضافة كمان للاماكن اللي كانوا بيناموا فيها الرهبان وخلافه، يعني سواء كان مطابخ اماكن نوم شغلات هاي كتير اشياء. فجميل جدا هذا المكان. خلينا نشوف اللي بعده. ولما بتيجي كابادوكيا يا حبيب القلب في كتير من الفعاليات اللي ممكن تسويها، سواء كان ركوب الجمال او حتى الحصنة، وكتير من الشغلات حتى الاي تي في اللي هي الماتورات الدباب، يعني فكتير شغلات ممكن تسويها، يعني سواء كان انشطة مزارات سياحية. فعلا البرنامج تبعك رح يكون مليان في هذا المكان. طبعا يا اخوان حاليا اخذنا دباب رايحين نعمل تور في وادي الورود الحمراء، هنشوف شو في هناك ونشوف بعض المزارات الثانية. خليكم معنا. وخلال جولتنا يا اخوان بالمطار وصلنا الريد وادي، وهذا المكان تشكل نتيجة الانفجار البركاني من الاف السنين، وشكله اليوم بيطلع معاكم الصورة اكثر من ثلاث الوان، اللون البرتقالي واللون الاخضر بالاضافة كمان للون الاحمر. فهذا المكان جميل جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فعليا الجولة هاي بالمطارات لازم تعملوها، اوعى تنسى تعملها خلال زيارتك لكابادوكيا. الاشي جميل جدا في هذا المكان، رائع.
بكل صراحة منطقة جورمه مليئة بالأماكن زي ما انتم شايفين. هاي كلها خلال زيارتكم لقرية جورمه اللي راح أحكي لكم عنها بالتفصيل بعد شوي بعد ما نكون في المركز. احنا حاليا على أطراف هاي القرية، وخلال جولتنا بالدباب برضو بنوصل لكنيسة البنات اللي اسمها ليديز مانستري زي ما انتم شايفين ورايا بالضبط، وبتطلع معكم بالصورة حاليا. يعني الرحلة هاي حلوة، بتروح فيها 3-4 مزارات حلوين، وبرضه بتسوقوا اجواء اشياء حلوه. جماعه الكامبينج برضه معمول حسابكم بالنسبه للتخييم في منطقه كابادوكيا، في منطقه جورمي اللي انا قاعد فيها اساسا، قريب منها مشي 5 دقائق 7 دقائق في كامبينج للناس اللي معها خيمها وامورها تمام، فيكم تعملوا تخييم هون. انا حاليا موجود في قريه جورمي، هاي القريه تعتبر الاشهر في كابادوكيا، وواحده من اجمل القرى، الناس اللي بدها الفنادق المنحوته في الجبال، فهي القريه مميزه جدا. راح احط لكم كل العناوين اللي زرناها اليوم بالوصف. وكمان شغله، لو بدك تحجز اوتيل بنصحك تحجز في جورمي مشان تقدر تزور اغلب الاماكن مشي تمام. اي نعم في شركات بتنظم رحلات كامله مع جروب، ولكن اذا انت حبيت تمشي وتطلع مع نفسك بصير برضه. يا صباح الخير حبايب القلب، طبعا اليوم عندنا جولة جميلة جدا اسمها الجرين تور، معروفة جدا في كابادوكيا، راح نعرفكم عليها معانا بالفيديو. يلا نشوف المكان اللي احنا فيه حبايب القلب، اسمه جورمي بانوراما. هذا المكان من اجمل الاماكن اللي حاليا شفتها في كابادوكيا فعليا، يعني رحت اماكن كتير اوكي، بس هذا المكان مختلف تماما لانك بتشوف كل المدينة او كل القرية، خلينا نحكي من الاعلى. شوفوا يا اخوان يطلع معاكم بالشاشة، الاشي جدا رائع. هاد بداية رحلة الجرين تور، بتيجوا اول مكان بتيجوا له اللي هو جورمي بانوراما. ما شاء الله المنظر من هون ممتاز جدا. أنا الآن في مدينة كايماكلي تحت الأرض يا إخوان، هاي المدينة بترجع بالعمر لأكثر من 4000 سنة، والغريب في الأمر يا إخوان إنها بتمتد في الأرض لأكثر من 12 طابق تقريباً، وكمان الشيء مميز يا إخوان إنه في القرن السادس والسابع البيزنطيين كانوا بيتخبوا في هذا المكان هروباً من غزوات العرب والفرس، فالمكان مميز جداً بطريقة غريبة ويعجز الكلام عن وصفها. المكان هون مرعب جدا يا اخوان، المكان مصمم بطريقه ممكن ما تتخيلها فعليا. مثلا عاملين حساب انه ممكن العدو يفوت لهذا المكان، فحاطين كماين وشغلات من هاي، يعني الاشياء كلها اللي كنا نشوفها بالافلام تبعت زمان موجوده حقيقه يا اخوان. نحن ماشيين بطريقه يا اخوان فعلا انت تقريبا تزحف. لا 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 الامور صعبه جدا. اوه ماي جاد جديا انا بزحف ما شاء الله. اوه الفيديو اللي بيطلع معاكم يا اخوان هو عبارة عن باب لغرفة محكمة لا يمكن فتحها من الخارج، وكانوا بتخبوا فيها من الاعداء، وفيها فتحة صغيرة كانوا بيرموا منها السهام ليقضوا على هؤلاء الاعداء. يا اخي محلاني وانا اتكلم عربي فصحى. الغرفة هاي يا اخوان كانوا بيستخدموها كمخزن للاغذية، بالاضافة كمان انهم كانوا بيعيشوا فيها. يعني عن جد كل الاشياء الموجودة بهذا المكان عبارة عن رحلة بحث عن البقاء، انتم متخيلين؟ المكان متاح للزوار فقط 4 طوابق يا اخوان، يعني مو كل المكان، زي ما حكيت المكان غويط جدا في الارض او عميق جدا في الارض، ولكن المتاح 4 طوابق فقط للزوار، يعني بكل معنى الكلمه اشياء مختلفه تماما واول مره بشوفها. المكان اللي انا فيه حاليا يا حبيب اسمه أهلارا وادسة. هذا المكان في العصور الاولى كانوا بيستخدموه للتنبيه ضد الغزاة من خلال اشعال النار على هذه القمة، وبالتالي تنبيه الناس اللي كانوا بيعيشوا هون. اما بالعصر البيزنطي فكانوا بيستخدموه للعبادة دور كنائس وخلافه،
أما في العصر السلجوقي فكانوا بيستخدموا لحماية التجار وتخزين بضائعهم في هذا المكان مقابل أجرة معينة. الشيء اللي أنا متأكد منه إنه وجودك بهذا المكان لحالك مرعب جدا. عجبني جدا حكاية إنك تنحت مكان بغض النظر إذا كان كنيسة أو مبيت أو مطبخ أو whatever يعني في الجبل. هذا كله نحت يا إخوان، هذا هو إبداع البشرية، سبحان الخالق يا إخوان. كنت فاكر إنه بس في زماننا هذا الناس بتسأل على الإطلالة تبعت الغرفة، لا حبيب معلش، حتى زمان شايفين ما شاء الله في إطلالة، راح تطلع معاكم أوضح في الصورة. غريب جدا يا إخوان، حتى زمان كانوا بدوروا على الإطلالة. وحاليا إجينا على المكان لحتى نتغدى. بدايتنا راح تكون مع شوربة العدس، مرجميك شوربسة، راح ندوق يا إخوان وبعد هيك نشوف الوجبة الرئيسية شو راح تكون. طبعا أنت بتختار، راح أحكي لكم بعدين النظام. وجبتنا حبيب القلب طوى، لحمة مقلية مع طماطم، سموها طوى بتركي. ايه طوى، لذيذة جدا هاي الأكلة، أنا بحبها. فخلينا ناكلها سريع عشان نوريكم المنظر من الخارج. خلال الرحلة طبعا التقينا بالأخ علي من العراق، تحياتنا جميعا لأهل العراق. بكل صراحة جدا جدا بكون ممنون دائما لما بتعرف على حدا من العراق. حبايب قلبي يسعد لي اياك اخوي علي، على راسي، الله يسعد لي قلبك. الله يسلمك انت ومتابعيك. الله يخليك حبيب القلب. تكملة لإهلارا فاديسة وصلنا هذا المكان التابع برضو للمكان اللي زرناه قبل شوي. زي ما انتم شايفين نفس التصميم ونفس التفاصيل ولكن على منخفض، يعني راح ننزل بنزول، فهمتوا علي؟ طبعا حابب اذكر بشغله انه المكان اللي احنا فيه حاليا تابع لمدينه اكسراي، بيبعد عن كابادوكيا بالسياره تقريبا من 45 دقيقه لساعه تقريبا. حبيبي القلب بدي اياك تكون واثق من شغله، شهر 4 و5 في السنه في هذا المكان جدا جميل. ليش يا حبيب؟ بيكون المكان الاشجار كلها خضره في هذا المكان والخضار منتشر، فانت راح تستمتع بالمنظر الوادي او النهر بالاضافه كمان للخضار الموجود، جزء من الجنه. المكان اللي بيطلع معاكم بالشاشة جدا مرعب يا اخوان، عاملينه بطريقة مرعبة، في دمى هيك معمولة من الخشب ملونينها بطريقة ما رائع هذا المكان. طبعا احنا حاليا ماشيين بمسار يا اخوان 3 كيلومتر، يعني مع اخر محطة للجرين تور توصلوا للي هو الهلار وادسة، وبتمشوا من الهلار وادسة من اوله لاخره. طبعا 14 كيلومتر هو، بس احنا بنمشي 3 كيلومتر لنوصل السياره وبعد هيك نرجع على كابادوكيا. طبعا من امبارح من اول يوم وصلت في كابادوكيا وانا بعرف كريم، كريم من مصر يا اخوان، تعرفنا على بعض في كابادوكيا، استمتعنا حبيب جدا برفقه الحبيب. كيف لفينا وعملنا اكشن؟ صدام الراجل ده كله تمام. صباح الفل يا باشا، وتحيه من مصر لصدام وفلسطين. يا اخي ما تقلبش المواجع حبيبي، على راس متابعينا من مصر واهل مصر. ايوه، واحلى سلام للناس المتابعين بتوعك واحد واحد. الله يسعد لي قلبك. للامانه مستمتعين جدا بهذا المسار، عن جد رحله الجرين تور هاي من اجمل الرحلات اللي ممكن الواحد يسويها في كابادوكيا. طبعا السعر يا اخوان للتور هاي 40 يورو، هذا السعر الستاند اللي كلهم حاطينه، يعني كل الشركات حاطينه، فانتم ممكن تفاصلوا في السعر، يعني احنا فصلنا خدناها ب 30، ممكن اكثر كمان تاخذوها باقل كمان، بس لا حاليا يعني بنعرف سياحه قليله، ولكن لو في سياحه وزحمه راح تلاقيها ب 80 واعلى كمان. مع هدول البطاط يا اخوان بنكون وصلنا لنهايه المسار. المنظر بيطلع معاكم رهيب جدا، حلوات البطاط يا اخوان والله جميلات. المكان اللي احنا فيه حاليا اسمه ديكار ايلي تشاي باشيس، المكان جميل جدا، شويه وز مع شويه اكواخ صغيره، ممكن الواحد يستريح هون وهو ماشي بالمسار، شيء رهيب جدا. ازادابي ثانك يو فور ذيس تور، ريلي ريلي سو بيوتيفول سو جود، ثانك يو. ماي بليجر، يو اولويز ويلكم. ايوه ثانك يو. الكافيه اللي موجود عنده البط يا اخوان وز، كنت فاكره انه نهايه المسار، طلع الوسط بس، واحنا لسه مكملين 3 كيلومتر. موضوع لذيذ للناس اللي بتحب المسارات، الرحله هاي جميله.
واخر مكان في رحلتنا واللي هو جافرجين بادسي. هذا المكان يا اخوان زمان بنوا في الجبال مجموعه من الاعشاش حتى يتجمع فيها الحمام وياخذوا البيت تبعه. بياض البيت تبع الحمام كان لزوجته، كان بيستخدموه بالالوان اللي يلونوا فيها المعابد. مشان هيك زي ما بتشوفوا في الجبال بتطلع معاكم الصوره اغلبها فتحات، الفتحات هذه كان الحمام بيبيض فيها وبالتالي هم بياخذوا البيض حتى يعملوا الالوان. موجود وراي على طول قلعة أوشيسار. هاي القلعة كانوا بيتخبوا فيها زمان بالعصر البيزنطي من الحروب والغزوات اللي كانت بتصير، فكانوا بيطلعوا لأعالي هذه القلعة اللي موجود فيها عدد كبير من الغرف والفتحات. يعني الأجواء بشكل عام في هاي الرحلة تقريبا بيعرفوك على أغلب المعالم اللي ممكن الواحد يزورها سواء كان بعيدة أو قريبة من مدينة كابادوكيا أو منطقة كابادوكيا. حبايب القلب طبعا اغلبكم داخل الفيديو مشان نشوف اجواء المنطاد كيف بيطير، كيف الناس بتركب فيه، كيف بيشغلوه. فالشغلات هاي للاسف كلها ما راح نقدر نصورها بهذا الفيديو. للامانه جلست 3 ليالي مشان بس يكون في موعد للمنطاد. طبعا المنطاد مش باي يوم بيطير يا اخوان، له اجواء خاصه، مش لازم يكون في رياح في الجو. 3 ليالي مشان اصور لكم المنطاد وللاسف ما طار. يعني نصيحه مني الناس بدها تيجي كابادوكيا لا تيجي بشهر واحد ولا شهر اثنين، لانه راح يكون الاجواء بشكل عام كثير برد وكثير هواء، فما بيطير المنطاد الا صدفه. يعني هذا بخصوص المنطاد. اما بخصوص الاوتيل اللي انا قعدت فيه في كابادوكيا وكيفيه الوصول لكابادوكيا، خلينا نحكي على الاوتيل مبدئيا. طبعا الاوتيل اللي انا قعدت فيه في كابادوكيا اسمه غاديك كيف اوتيل، راح احط لكم الرابط تبعه بالوصف. الاوتيل ممتاز جدا، موقعه ممتاز في قريه جورمه. تكلفه الليله بهذا الاوتيل 17 دولار يا اخوان، ده في الوقت الحالي. يعني هذا في الوقت الحالي، لكن ممكن مع فتح السياحه وترجع الامور كلها لوضعها الطبيعي راح يكون اغلى من هيك، ممكن يوصل 30 دولار. اما بخصوص كيفيه الوصول، فكل اللي عليك انك تحجز طياره من اسطنبول اما لمطار قيصري او مطار نبر الشهير. فالافضل انك تروح لمطار قيصري، مطار كبير وموجود المواصلات اللي توصلك لمنطقه كابادوكيا. هذا بشكل عام كل اللي موجود معنا بالفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو في كل مكان، واكيد الاشتراك في المسابقه الناس المهتمه بانها تكسب رحله لاسطنبول. كل اللي عليك انك تراجع الفيديو السابق او الفيديو اللي قبله مشان تشترك بالمسابقه.